يعني بأمانة كده أنا اشتغلت في العمل الدبلوماسي 35 سنة، عمري ما شفت حرب تمتد 4 أشهر إلا أسبوعين وفي رفض وقف إطلاق النار. أي حرب بتقوم بعد 3 أيام يبتدوا الناس يتكلموا على وقف إطلاق النار ويتحقق بعد أسبوع أسبوعين ثلاثة. بقى لنا 3 أشهر وكسر وأمريكا لسه رافضة وقف إطلاق النار، إزاي يعني؟ فهم حتى الآن مش راضيين يوقفوا إسرائيل. إنما التحذير اللي مطروح حاليا ما توسعوش أكتر من اللازم. إسرائيل بتصعد بشكل محكوم. إزاي؟ أنا عايز أصعد عشان أقول لأمريكا أنا في خطر. فهضرب حد من حماس، هضرب حد من حزب الله، هعمل تفجير في إيران، هعترف ببعضها وحنفي البعض الآخر. من ناحية بالإجراءات دي كلها بثبت للمواطن الإسرائيلي إن أنا قوي وإن عندك ثقة فيا وما تأثرش بإن بقيت 3 أشهر مش عارف خالص على حماس. يعني اللي حصل في غزة تدمير بشع، إنما حتما وحماس يعني تعرضت لخسائر كبيرة جدا. إنما الهدف الإسرائيلي إن أنا هقضي عليهم ما تحققش. فالمواطن الإسرائيلي اللي كان متصور إن هو قوة هائلة وجد إنه الله ده بقالنا بنحارب 3 أشهر ونص وما خلصناش على الخطر اللي علينا اللي هو تجاوز أصلا حائط إلكتروني وإجراءات قبة حديدية بحاجات بسيطة. فعشان يعيد الثقة لدى الجانب الإسرائيلي المواطن الإسرائيلي فضل عن احترافات داخليه خاصه نتنياهو بيعمل التصعيد ده، وعشان يفهم الامريكان لا احنا في خطر ما تبعدوش قوي. فعندك اسرائيل بتزق كده شويه تصعيد شويه، الامريكان ماشيين معاهم بس ايه ما تزقوش قوي لانه في ما يسمى ضباب الحرب فوج اوف وور. ما تقدرش تبقى عندك 5 معارك ومتصور انها كلها هتمشي بالظبط الفعل ورد الفعل المحكوم. والامريكان خاصه مع بدايه حمله انتخابيه مش عايز يخش في حرب تانية، ده هو لسه طالع من افغانستان وفي مشاكل لسه في العراق طبعا، عنده تواجد في سوريا، ما عندوش رغبه نهائيا انه يخش في حرب تانية. زائد انه وضعه في المنطقه اتهز. يعني نديك مثال بسيط جدا، امريكا لسه مهمه ودول المنطقه بتستقبلها عشان بس واضحين يعني. انما عمر ما حصل في التاريخ انه رئيس امريكي جه من امريكا لغايه المنطقه ومدعو يقابل 3 رؤساء عرب يرفضوا المقابله ويتلغوا المقابله، يلغوا المقابله، هم اللي لغوا المقابله بعد ما جه، بعد ما وصل المنطقه رفضوا مقابلته. ليه؟ ففضل في تل ابيب. ليه؟ لانه حضر مجلس وزراء الحرب. يعني انت روح هتقول انك انت مؤيد اسرائيل هنشتكي، انما تحضر مجلس وزراء حرب او مجلس حرب وهتجيلي من مجلس الحرب وبعدين هتقوم العمليات وانا هتحمل ان انا بستقبلك وانت بتبني الحرب والواقع انه تبنى الحرب. هو عمل ليبلنج لنفسه بان هو جزء من اداره هذه الحرب. بداوا بقى لما لقوا ان في يعني هي فجاجه التصرف الاسرائيلي وعدم انسانيه التصرفات، قالوا لا يعني تجاوزات اكتر من اللازم، الاف الفلسطينيين بيموتوا، بنطلب من الاسرائيليين يعني يلموا العده شويه. بس ما خدوش الاجراءات الملائمه لذلك. في قانون امريكي بيمنع تصدير السلاح الامريكي اذا استخدم ضد المدنيين. ده القانون. والكلام ده سمعناه منهم كثيرا يعني. طيب اللي بيعمل اسرائيل ده ايه؟ انا كنت على برنامج تلفزيون غربي فالمذيعه بتقول لي والله انت بتقول ان في اباده جماعيه، لا ده يعني هم بيستهدفوا اهداف محدده تارجت الكيلينج. قلت لها والله لو كان كلامك ده مظبوط
يبقى هم بيستهدفوا الفلسطينيين، ان مات 21,000 واحد. فهم مش يعني الهدف ايه؟ لو الهدف مدنيين تبقى جريمه، لو الهدف مش مدنيين وقتلوهم تبقى جريمه برضه. فما ردتش. انما في تفاوت بسيط مش كافي بين الموقف الامريكي والموقف الاسرائيلي. الخطوه الثانيه اللي هتركز عليها امريكا، طيب اسرائيل تغير طريقه العمليات العسكريه. ده اللي كان بيتكلم فيه بلينكن. بلاش الطيارات، بلاش القصف البعيد، خلي في تواجد اخف خاصه في الوسط والجنوب. لان طب انت زقتهم في الجنوب، لما تضرب هناك هيروحوا فين؟ هو كده هيبقى على الحدود مع مصر. ايوه، فهيضطر يخش في مواجهه مع مصر، او كانه بيستفز. وده اللي مش عايزين الامريكان برضو، مش عايزين قصه انك مصر من جانب، والجانب الاخر الاردن اعلنت من اول يوم اي تهجير قسري لو حصل من الضفه الغربيه يبقى ده خط احمر. ووزير الخارجيه الاردني الاخ ايمن قال هتبقى الاتفاقيه في مزبله التاريخ على وادي عرب. لان طبعا بالنسبه لهم التهجير القسري ده يعني اعاده يعيد اليهم مره ثانيه ما حدث في النكبه الاولى. هنا بقى امريكا لا مش عايزه كده، ومش عايزه تجاذب بهذا الكلام اطلاقا. وخدوا موقف علني بانه لا ده مرفوض. انما لو العمليات العسكريه استمرت هيروح فين فلسطين؟ ده بيستهدفوا الخطوط والممرات اللي هم بيحددوها كممرات امنه. فهيروح فين؟ فهتحصل ازمه مع الجنان.